أمضى مفوض الشرطة قاسم سليمان محمد 40 عاما في الخدمة وبعدها أحيل إلى التقاعد، لكنه تفاجأ بالصدمة فلم تحتسب خدمته التي أفنى بها سنوات عمره في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد. الخدمة مالي كلها بالشرطة 42 سنة عندي خدمة، وهسه حولوني من مفوض شرطة إلى رتبة شرطي. السبب شنو؟ إذا عندي مقصر خلي يبينوني. من مواليد 52، يعني زملائي كلهم طالعين. لحد الآن معاملتي بين الداخلية والتقاعد العامة، يعني هو نفس الداخلية، يعني متوقف على مود، يعني نقاط بسيطة، هم إذا هم ما يقدر يحلونه من يقدر يحله؟ زوجته تتحدث بأسى عن حالته، فهو من دون راتب تقاعدي منذ 9 سنوات، ومعاملته متوقفة حتى الآن، حتى أصبحت لديه حالة من الإحباط. كل يوم يقوم بإخراج أوراقه وصوره عندما كان في الخدمة، ويبقى ينظر إليها بعين الحسرة على السنوات التي مضت. حل تعبان الحجي، يوميا يطلع هالأوراق، خلي قدامه يضحك على هذا، يضحك على هذا، على خدمته فلان، تاريخ ترفع فلان، تاريخ صار مفوت شرطة ما أعرف أشون، ساعة ساعتين نعوفه بالغرفة ونسد له، حتى العجاية ما يجون يمه إلى أن يخلصوا. أجبرته الظروف على بيع داره للعيش بثمنها، وأمس اليوم دون منزل. لم يعد لديه أي أحلام في الحياة سوى أن يحصل على أبسط حقوقه ويعيش حياة كريمة بعد أن غزا الشيب رأسه. بعت بيتي وأرضي وهسه عندي قطعة الحكومة أنطاني أبيعها، إيش أسوي؟ انجبر أبيعها. واحد إذا يعيش عائلة منين يجيب له؟ منين يجيب له؟ يعني بهالعمر هذا أقدر أشتغل أنا؟ ويوجد في الموصل أعداد كبيرة من منتسبي وزارة الداخلية ممن غابت حقوقهم، ما بين مفقود وما بين من عاد إلى الخدمة دون مستحقات الخطورة. قصة العم قاسم قد لا تكون القصة الوحيدة في هذه المدينة بسبب الظروف التي مرت بها، ويناشد هذا الرجل وزارة الداخلية بالتدخل وإنصافه وإعادة حقوقه له. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.